السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم العزل اللوني للفيديو. مثلا عندك بالفيديو لون احمر اخضر اصفر الى اخره، تبغى تخلي الفيديو ابيض واسود باستثناء هذا اللون يكون بارز، تقدر تسوي هذا الشيء عن طريق هذا البرنامج. طبعا البرنامج مجاني في الابل ستور للايفون، وبرضه موجود في الجالكسي، تقدر تبحث عنه في متجر الجالكسي وتنزل هذا التطبيق. قبل ابدا بشرح، اتمنى الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. نفتح البرنامج مع بعض، يطلع لك بهذا الشكل. نضغط من هنا على علامة الكاميرا عشان نختار الفيديو اللي نبيه، يطلع لك تصوير من كاميرا الايفون او اختيار مقطع. نضغط على هذا الخيار من هنا وتطلع لك المقاطع اللي عندك، تحدد المقطع اللي تبيه. مثلا ابغى اختار هذا للكابتن محمد صلاح. نضغط على هذا الخيار بعد كذا وتطلع لك هذه الخيارات. انا ابغى مثلا اللون الاخضر اللون الاحمر يكون بارز. طيب اذا اللون اللي ابيه مو موجود الان يعني بالشاشة، يعني يكون بنص المقطع، اقدر اقدم من هنا واختار اللون اللي ابيه. كمثال انا ابغى اختار اللون الاحمر، نضغط على هذا الخيار من هنا. طبعا في مجموعة خيارات يعني السطوع الى اخره، نبغى احنا نشرح على العزل اللوني فقط. نضغط على هذا الخيار من هنا ويصير الفيديو ابيض واسود. مجرد ما تحط اصبعك باي مكان بالشاشه وتختار يعني تسحب اصبعك لين ما تختار اللون اللي تبيه. مثلا ابغى اختار اللون الاحمر، انا خلاص هذا زي ما تشوفون هنا اللون الاحمر. لما اشيل يدي من هنا خلاص يتم اختيار اللون الاحمر. بعد كذا اضغط على هذا الخيار من هنا ويطلع لك الفيديو بهذا الشكل. لما اشغل الفيديو الحين نشوف مع بعض. زي ما تشوفون الفيديو صار ابيض واسود بشكل كامل باستثناء اللون الاحمر. حفظ طريقة حفظ الفيديو الى الاستديو عندك، نضغط على هذا السهم من هنا، تطلع لي مجموعة خيارات، نضغط على هذا الخيار من هنا ويتم بعد كذا يتم التحميل، وبعد كذا راح تحصله بالاستديو عندك. بعد ما انتهى التحميل نروح للاستديو، راح نشوفه ان شاء الله موجود بالاستديو عندنا. زي ما تشوفون هذا المقطع القديم وهذا المقطع الجديد بعد العزل. اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بالخدمة. اشكركم على المتابعة وفي امان الله.